صباح الفل عليكم يا شباب. بص بقى، بما اني لسه ماشي شويه لحد المترو، في نقطه ملخبطه ناس كتير جدا، اللي هي حته الحجز الفندقي والتذكره المؤكده. احنا قلنا خلاص العوده لازم تكون مؤكده وتخليها فليكسيبل، اللي يتحرك معاك عشان تقدر تعدلها في اي وقت. اللي بيلخبط بقى ناس كتير بقى حته الحجز الفندقي. تمام، بص، هو انت داخل المطار، عشان في واحد بيقول لي انا هقول له انا رايح اشتغل، فانت كده انت لبست نفسك في داهيه. يعني انت المفروض، انت راجل رايح سايح اخد تأشيرة سياحية شهرين، فانت عايز تثبت له ان انت سايح. جميل، فانت بتعمل ايه؟ بيقول لك احجز مثلا فندق. اكيد انت مش هتحجز فندق شهرين، يعني مش هتحجز كل يوم مثلا ببيت 200 درهم يعني مثلا. فانت عايز ايه؟ حاجة تعدي بيها المطار. عندك حلين. اول حل ان حد يكون معاه اقامة هنا، يبعت لك صورة الهوية بتاعته ورقم تليفونه وعنوانه بالظبط، تبقى انت عارف انت نازل على مين يوم ما يسألك والله هو جاي هيستناني في المطار وراح هقعد في المكان الفلاني. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، ان حد اي حد ملوش حد يعني هنا، بتخش على booking.com. يعني المشكله ان في ناس اصلا مش عارفه تحجز على بوكينج. يا جماعه لازم يعني تسرشوا على الموضوع، تبحثوا شويه، دور على المعلومه. يعني عشان في ناس تقول لي يعني احجز لي اعمل لي، فاكيد انا مش هقدر اعمل كل ده لوحدي يعني. فيعني حاول تدور على يعني اليوتيوب، اكتب عليه اي حاجه، كيفيه عمل كذا، كيفيه حجز هوستل. الهوستل ده زي ما قلت يعني، انا صورت كذا هوستل قبل كده، بيبقى زي البيد سبيس كده، بس ميزه الهوستل اللي هو ممكن تحاسب باليوم، ممكن تحجز يومين ثلاثه اربعه. فانت مثلا نازل ايه ابو ظبي، ممكن تحجز لك هوستل ثلاثه اربع ايام في ابو ظبي او ثلاثه اربع ايام في دبي، ما تفرقش انت نازل على فين. بس انت مثلا يوم ما يقول لك مثلا يعني انت حاجز اربع ايام بس وبعد كده راح فين، والله مثلا انا حاجز اربع ايام في دبي بعد كده اطلع اقعد اربع خمس ايام مثلا في ابو ظبي. انا راجل سايح، راجل مش مربوط بمكان، فاهمني؟ فانت بتثبت له انت سايح، والله انا هقعد اربع خمس ايام في ابو دبي، بعد كده اقعد اربع خمس ايام في ابو ظبي، بعد كده هروح مثلا عجمان. انا راجل بتفسح، انا جاي اتفسح هنا، مش جاي اقعد في مكان ثابت، عشان النقطه دي ملخبطه ناس كتير. فانت يا سيدي بتحجز اللي هو على booking.com هوستل مثلا. ده انت لو مالكش حد، لو ليك حد وانت برضك مش مطمن، هو بوكينج دوت كوم عليه حاجات اللي هو الفري كانسليشن، يعني انت ممكن تلغيه. فانت يا دوبك اللي هيسالك في مطار القاهره، مش هنا خالص. يعني هنا هيقول لك بس انت جاي فين، ممكن حد يسالك في مطار الجوازات هنا، في الجوازات قصدي، سوري، يقول لك انت رايح فين، والله انا جاي نازل دبي ان شاء الله. فانا اتسالت يعني وانا داخل هنا البلد يعني، بس مش هقول لك بقى حجز فندقي ولا لا، مش هيسالك الكلام ده. تمام، ماشي، احنا عند المكان الصح. فعشان النقطه دي ملخبطه ناس كتير، انت لازم تثبت له في المطار ان انت راجل سايح. انا راجل جاي اتفسح في البلد دي، انا اقعد لي اربع خمس ايام هنا، اربع خمس ايام، اربع خمس ايام هنا. ممكن تحجز اللي هو الفري كانسليشن ده، يعني انت يا دوبك تحجز تعدي من مطار القاهره تكنسله عادي خلاص، ومش هتدفع عليه رسوم. بس لو في اسئله تاني اكتبها في الكومنتات، بلاش والنبي الخاص، بالله عليكم بلاش الخاص، عشان الخاص والله انا ما بقدر ارد على الكل. فاكتبه في الكومنتات وانا ببص على الكومنتات سريعا كده، لو في حد فعلا في نقطه ملخبطه بتلاقيني عامل لك فيديو على طول. شكرا.